مشهد تراجيدي في قصة ياسين وبهية خلال مشروع تخرجها، أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكل محترف، وعرفت بأدوارها البسيطة وحبكتها الدرامية الساخرة، وكانت واحدة من أهم عوامل سلسلة العمل الدرامي، وقدمت العديد من الأدوار السينمائية وأسعدت الملايين بخفة دمها على خشبة المسرح. إنها الكوميديانة سعاد نصر، والتي يحل اليوم ذكرى ميلادها 68. في حي شبرا ولدت سعاد نصر في مثل هذا اليوم من عام 1953، وعلى الرغم من حبها للعمل الصحفي فإنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال دراستها اكتشفها الفنان كرم مطاوع، والذي رأى فيها مشروع كوميديانة جديدة. بدأت سعاد نصر مشوارها في السينما عام 1982 خلال مشاركتها في فيلم الغيرة القاتلة، ثم توالت بعدها الأدوار السينمائية، وكان من أبرزها دور صابرين في فيلم هنا القاهرة. فل كمان فل كمان، شايف بيستقبلوا الزوار في مصر ازاي يا سنوسي؟ ناقص ايه يا ناس؟ ناقص ايه؟ ناقص توزع علينا فلوس. ادينا كده بيه. ها؟ شنيه؟ لا مش عايزه. بعد ما شمتيهم عندهم ايه؟ وخلال مشوارها الفني والذي قارب 32 عاما، استطاعت سعاد نصر بخفة ظلها أن تواصل مسيرة كوميديانات زمن الفن الجميل، وذلك من خلال أدوارها المتنوعة التي قدمتها مسرحيا وسينمائيا وتلفزيونيا. شكلت مع الفنان محمد صبحي ثنائيا وشارك سويا في عدة أعمال فنية ما زالت محفورة في أذهان المشاهدين، منها مسرحية الهمجي ومسلسل رحلة المليون، ولكن سيظل دور ميسة في يوميات ونيس هو الأهم والأبرز في مسيرتها الفنية. كل جواب. طب يا حبيب زكريا ما تديش الموضوع دي غالية جدا. طب يا حبيب ماما ما تديش الموضوع أكبر. أنا اللي جايبها. طب يا حبيبي حطها جوه هنغسلها دلوقتي وناكلها. ومن الأفلام التي شاركت فيها هي حدوتة مصرية، المصير، جواز بقرار جمهوري، وعلي سبايسي. انا هحط العود في الثلاجه عشان احفظ اللحن ما يحمضش. اللحن لما بيبرد بيرطب على قلب المستمع. كما شاركت الفنانه الراحله في العديد من المسلسلات، ومنها ابرياء في قفص الاتهام، والليل واخره، والجحا المصري. تعرضت الفنانه سعاد نصر اثناء اجراء عمليه لخطا طبي دخلت اثره في غيبوبه، ولم تفق منها حتى فارقت الحياه في 5 يناير عام 2007.